إذا دخل شخص المسجد ووجد إنسان يقضي، هل يجوز له أن يأتم به؟ نعم، يقول إذا دخل شخص المسجد ووجد إنسانا يقضي ما فاته من الصلاة فهل يجوز أن يأتم به؟ نعم، بعض العلماء يقول إنه جائز، لأن غاية ما فيه أن المأموم الأول صار إماما. ولكن حتى لو قلنا بالجواز فإنه لا ينبغي، لأن هذا غير معروف عند السلف، فالأفضل أن لا يفعل. إذا فعل صلاته صحيحة، لا يستحب، الأولى أن لا يفعل. نعم.